السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، صباحكم خير ونور وسرور وورد منثور. اليوم الله يحفظكم أموري طيبة. بشرتك اليوم هو نفس الكلام، مو نفس البرنامج. أنا ما كنت أصبحت الصبح متعكر، ودي وحدة ظني قبل 3 يمعات لو 4 يمعات ما كنت متعكر بعد، كنت ما أدري شو مستوي هاك اليوم ومتغير المود، لكن الحمد لله رب العالمين. كانت غلطة، هذا اللي جسم المود المبعد اللي مبفنان ولا بعد الخطف عدال بيتنا وابطأ هاك اليوم أول مرة في التاريخ، وزعلت منه واقعت قلت ها يوم من أيام الله تخطف قدام بيتنا، ورغت من هاك اليوم هذا اللي جسم المزاج العكر على قولة المصريين، فتكيت منه والله فكني فك الله سعيد من عمه والحمد لله. كانت غلطة هاك اليوم جيته، تذكرت شو اللي غير مودي هاك اليوم. غير مودي الله يسلمكم، كنت في البحر، كنت في البحر ويا خبر وفاة والقوم مسفر، من مسفر نسيبنا القبيسي راشد بن مسفر القبيسي اللي توفى أمسات يعني قبل 3 أسابيع. الله يغفر للولد، توفى لكان غمضني أمه وأبوه شو وضعهم، لأن الولد اللي توفى كان في سن من سناين ولدي محمد الله يغفر له، يعني بيصك 30 27 28 سنة عمره، سبحان الله. فغمضني وضع اللم واللبو شو وضعهم اللي هم مفارجين ولدهم، وتذكرت وضعي أنا هاك اليوم شو كان، كانت فاجعة وايد كبيرة. لكن رب العالمين الحمد لله، رب العالمين اللي استخاره، وإن شاء الله بنلقطها إن شاء الله في جنة الفردوس، ورب العالمين استخاره ولدي وعيالي وكل إنسان صار قبلنا، كان أخو ولا أخت ولا بنت ولا أم ولا خالة ولا أي كان في الدنيا العودة، هاي إرادة الله وهاي سنة الحياة، حد يصير صغير حد يصير عود حد يصير شيبة والدنيا مطرجة الحمد لله. فانجلب كياني هاك اليوم سبحان الله، وهاك اليوم الوحيد بالرغم اني انا سبحان الله يعني قوي في المواضيع، لكن بني ادم تيله شويه تيله ساعات انه يبنشر. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، الله يصبرنا على فراق من فارقونا ويجمعنا وياهم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. يبشر بصراحه، مرحبا والله ابو احمد، مرحبا ابو احمد. يلا على البرنامج خلاف زين، يلا ترى اليوم شيء سيرة دبي، على فكرة شيء سيرة دبي النخلة، مدينة النخلة، النخلة ما ينقال عنها جزيرة، مدينة بلاد، نخلة مدينة، هب شيء بسيط، نخلة مدينة النخلة أو شيء يقال عنها يعني بلاد كاملة هاي النخلة. شفتوها مكبرها المرأة، ان شاء الله ان بنزور النخله اليوم وبنرمس وبنسولف، شيء علومه وايده النخله مستوي واشياء جميله جميله، وانا والله اني اخر من يعلم، ما دريت بها الا اولت البارحه، وان شاء الله ان اليوم بسير وبشوف اللي يشرح الخاطر برويكم اياها ان شاء الله. يلا بنام سعد خلاص، بس سعد عليكم. تعالوا نسيت اخبركم، اليوم بنسوي ويا هدى، هي بتسوي، انا ياس اللي اصور خبز يسمونه الرغايف، خبز الرغايف، حد يسميه في المغرب الرغايف وحد يسميه خبز مسمن، يقال عنه مسمن ويقال عنه رغايف. يلا شيء بسيط يعني هو ما بصعب وكل حد يقدر يخدمه، ويخدم طريقتين، طريقة بالفرن في التنور ويخدم الطريقة الثانية على التاوة. وين بها؟ Where are you going? بعاد Now look like you are going to the disco. يلا دونت ها؟ Thank you. يلا باي. عليك الصلاة. شردت البارح من سيرة دبي ها؟ يلا. يلا إذا تأخرين دواركا. عليكم. ها؟ عمرت مقبولة. هذا ما بشيفة واحد جاي ابوي من العمره ليش انا قاعد من هيك
صلاح قلت له مبروك عليك العمرة. ومين يعرف يتكلم؟ ما يعرف لك ما تعرف تتكلم. يلا هذا يحلى. ما بروح على ورني عند بيت. شو بتسوي الحلاقة؟ عايز يحلى. تروح على مينون. مينون يا ابن استوى مينون. زي صلاح بهي لسنة. وانت لا 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 براك انت الى سنة. شو رأيكم اليوم؟ اليوم ابوي الجيمات وهذا وباجله عاش بتنضرب تراك بيضربك صاحبي ده وحبيبي مش بيضرب صلاح صلاح شو تريقت اليوم ميت وبعد بيض 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 اشوفني شفت انك تاكل بيض كل يوم عاده غير حبيبي بيض عسل ابيض على عسل ابيض الحين عندنا كل شيء موجود كل شيء باكر اللي يمعه سيدته شو بلا شو خلت شو تاخذ عنه صلاح شفت محسن مبسوط اني اياه الحين انت ما تقول تعرف تحلج؟ تسوي تحلق اللي على الحل. زين صلاح ليش ما تخلي محسن يحلجك؟ والفوطه جاهزه. وين؟ ايون. وين هذا؟ الحمد لله رب العالمين. يا علك من هذا ورده. وين بخت عيني لو طز الدم بخت عيني لو طز يا ربي يسعد حظي لو طز الدم يا ربي ادورها في السوى ادورها في الهواء القطها في السوى بخت عيني يا الله لو دريت من الصبح خليتك تجيب تحلج صلاح مضبوط مبسوط يا علك من هذا ورده نفرين يقودونك يا العياز عبوس ها وين بس يا صلاح وين الخميس نجيب الخميس بتعرسه الصالون بصير صالون الحين يلا الله يحفظكم يلا مع السلامة حبيبي اليوم أول بادي بصير دبي بصير يلا يا ابتسامة نسمع طار دبي أمس دبي واليوم دبي اليوم خيخ عين أبويا هالمخيخة المخيخة حتى على سيرة دبي زين صلاح خلي لا دبي أي إنسان طبيعي من يوصل دبي تجي المشيخة غصب عنه لو فجري ما في أخبار أربع عنات من يطيح دبي تجي المشيخة الله المستعان إي صلاح يلا مع السلامة مع السلامة شو الخيب هبيزات وين شلهن سلون من وين يلا مع السلامة صلاح خذ عن محسن يلا مع السلامة. معك. بلا لحد. انزين. يعني احب بكرة الجمعة هبياي. والسبت هبياي. اجازة. بتيني اللحد. شكرا. طريقة ومكونات خبز المسمن او الرغايف. نص كيلو طحين رقم واحد. ربع كيلو سميد. اللي هو الطحين يسمو طحين السميد. خاشوقة شكر ربع خاشوقة ملح خاشوقة بيكنج بودر فقط لا غير الحين ها شو بتسوي الحين ما سمعت عباس على دباس يا رجال الماء بدون قياس على حسب على حسب شو عينك ميزانك بس العجين اذا يبغوا يكون ناجح قد ما طول يقعد تكون ناجح العجين
كل من أبطت العينة كل من استراحت العينة أكثر تنجح أكثر. قدر يسولها كذا وتبقى 2 ساعة 3 ساعة ما في مشكلة، وبعدين يقطعوها ثاني تقعد ساعة ما في مشكلة عشان تكون ناجحة. زين لازم تحطينا هني شو يسمون الطريقة هاي؟ دلك. احنا الدلك نقول دلك ولا الدعك؟ لازم لازم تقعد ترتاح، مرتاح بدك ما تكون يكون هذا الانسان ناجح. بس خلاص يقعد ساعة ساعتين ما في مشكلة زي كذا. صور انت شو تسوين؟ اقج العجين يعني اقطعه. تقطعين العجينة وتذهبينها للرق وتبقى ساعة ترتاح تاني ولا نص ساعة على حسب. من عقب التكوير هذا؟ من عقب التكوير. بعد ساعة. ساعة كل منطتي تكون أخير. كل ما تأخرت كتكون العجين ناجحة. ناجحة يعني جيدة وفنانة. يعني مضبوطة ناجحة، حتى نحن نقول نجاح يعني في الشيء ناجح. الخدمة هاي ناجحة أو القصيدة ناجحة، يعني معناته أنها زينة جيدة. أيوة. صابت الهدف في خدمتها. شكرا. هي كم بنت ريا؟ نص ساعة. بعد مرور كم حينة؟ نص ساعة. نص ساعة. هذا الحين بعد مرور نص ساعة. حط شوية زيت كذا. ترى شغلة هاي ما بشيء بسيط. لازم هذا هو خبز الرغايف اللي هو المسمن. ها؟ لازم تتورق. انت علي حسن وين اسمعت هذه الصاصه اللي عملت شو؟ لازم تتورق. تتورق هاي تم الترويق توريج الخبز المسمن اللي هو خبز الرغايف. بعدين نحط شويه زبده. هذا شو حين؟ الزبده. هذا شو اول بعد؟ الزيت. أول هذا الزيت. وبعدين لما تصير زي كذا نحط الزبده. انزين هاي الثانية. أول لازم زيت وانت ترتينا. لازم زيت في الأخير عاد الزبدة. آخر شيء الزبدة. هذا كله بالزيت. آخر شيء تفردينها بالزبدة. شغلة هاي يلخن بغى شيء ودات شيء. الحين شو زبدة؟ الحين حنحط زبدة. لازم تكون العجينة زي كذا رجيجة. شفتي كيف رفيعة؟ لازم تكون العين وايد، كل مكانت رفيعة تكون أخير. آخر شيء يفركم في بطنها شوية زبدة ريحة. لازم تكونين بدون غفاز. أي حد يخدم غفاز أنا ما داني خدمته. قفاز يلصق في العجين. سمعت قفاز يلصق في العجين. يا رجل الله يهديك. يا رب. بعد واحد هذه النوعية الكبيرة. أنا الحين حسوي له نوعية صغيرة اللي يحب الشيء الصغير. أيوة شيء عدة نوعيات. سوي تي شوي تي سوي 3 كبار و3 صغار أو 6 صغار. الحين سوي هاي كبيرة. هذه هتخرج 4 حبات. ما علي الحين سوي كبيرة. نسوي عسب 3 كبار و3 صغار. 3 كبار و6 صغار. الله خلصي عادة. هذا شو حينه؟ توريق. انزين يلا هذا حينه توريق. يلا عادة تخلص عجزتيني. ايوه ها انزين هذا هذه الخبزه الثالثه حينه. هاي الثالثه خليها الثالثه نحن بعدين بنسوي الرابعه. هذه اللي بي نسمين صغير. لا الحين لا تسوي الصغير الحين خليهن 4 الحين ما عندي حتجي 4 هي حبه خلاص. يلا ولا هذا اللي يبون نوعيه صغيره. في ناس شيء صغير ما عليه. ردي عيني مره ثانيه بعد وحده صغيره من الصغار. هي نعم هاي الحين ترى هاي الحنتين بعد شو سوت قبل. الحين هذه بتسويهن من الصغار ولا الصغار احسن اشوفهم؟ شيء كبار شيء صغار. يلا
شو يسمون هالطريقه هاي التوريق؟ توريق اي وتدلك بس بالزيت. هي قد ما قعدت العجينه ارتاحت قد ما كيكون هذا المسمن ناجح، هذا هو النجاح ديال باش العجين قطوع معاه. انت علي حسيت اني ما بياسس اكثر من كذا؟ اي اكثر من كذا. يلا خلصيني عجزتيني. ها اطراف ترى غليظه هي اللي تهري ولا اطراف الغليظه هي؟ ايوه شفتي شيها شفتي كيف؟ ايه قرب بعدين واحد اثنين زين ثلاث ايوه أيوة أيوة هذا خبز المسمن اللي هو الرغايف. حتبتني طريقة الخبز، خبز الشو صوت عالي لو سمحت. المسمن خبز المسمن حد يسميه عندهم المسمن وحد يسميه الرغايف، حد يسميه خبز المسمن حد يسميه خبز الرغايف. لازم طول الوقت ها يجربونه. يا رب يا زت الله خس من الصهوار، بخيس من الصهوار والله. تبي متدخن متروح و... يا سلام. ابتدى عاد يتنفخ الحين. لازم باليد هذا؟ ايه لازم باليد اللي جا خطا يسوي بيه. او هذا؟ ايه الضوء هادي شوي ولا عالية؟ لا الضوء شوية بس. الضوء ضروري ما تكون حامية على فكرة. ها؟ تكون حامية. اتوقع انا اتوقع اذا في تاوى عود مثلا من هالتاوى الكبار مثل اللي وديناها البحر يتسون 10 حبات 20 حبه ضربه، صح ذا؟ ايه في ضربه واحده يتسون يستون. ايه لان هي لان الحين يبطي هذا المسمن ترى خدمته تبطي ولازم يجولبونه فوق وتحت وراس يشون بزيت فوق وتحت وراس يشون بزيت شويه بس عشان كذا لازم فلازم عشان ما يتشلوط وينضى من داخل. فلازم انك انت الحين تجلس اللي تخدمه لازم تتبرر تتبرر كان تبرر ويثني عليها ويشكر ويوزله تيوزله خدمته راعية الدار انها بوي يوم بتخدم شيء تتبرر تتونى هب تتأنى تتونى تتأنى هب تغدي مال هوي هوي يكوع طبيزه لا برر كل شيء استا استا على ما قالوا هالبحرين. خلاص جاهز الحين؟ لازم هاي الخلقه يعني؟ ايه عشان يشرب الزيت، هو ما في زيت كثير بس لازم. ويعود على طرف. قبل هاي وحدة. ترى ما في عيين، ما في عيين ابدا. ما في عيين ابدا ها. يتغمس به شكر او عسل او زبد. اي ها؟ عسل زبد شكر اللي هو جام يتغمس فيه النكت لذيذ زياده عن اللزوم وتعرف ما بيجي انك ميت ما ميتك. شكرا هدى. حسابي مع الانستغرام اغلب اللي موجود فيه عصيد خبيث بلاليط ساقو عرسيه شباب جمو خمير محلة القيمات خنفروش طحنت الزمان. استغرب استغرب من اللي طرشون كمونت. هاي الرسالة تحت الانستغرام على طول. اذا اردت ان تتخلص من الدهون، اذا اردت ان تنحف، واذا اردت ان ما دي اذا اردت ان تخفف من وزنك راسلني على الحين. انت تشوفون هذا الحساب خاص للسراط والبلع. كيف تكتبون هذا الشيء تحت؟ يعني ما ادري شو المشكله هنا. حد من العرب هاي صاحيين مدحب ما فيهم حاسين زين؟ دوروا مكان عند حد يتكلم عن الصحه. انا صراط الدنيا كلها في حسابي.
الصرار ليه في الدنيا كله في حسابي، مطاعم وسهر شرق وغرب وعزايم، وين تكتبون هلا؟ ابتعدوا عن الدهون اولا. هذا طريق ابوي دبي دار الحي، وين سايرين الحينه؟ سايرين ابوي مدينه النخله. زين لك هواتنا ما امدح الا اللي عندي، زين شو اسوي؟ كل شيء عندي عيني، وعند العرب بعد كان زين اللي مدحته، وكان ما بزين ذميته ولا صخيت عنه بعد، كان هم ناس احبهم وهذا ذميت اللي عندهم، وكان هم ناس عاديين صخيت عنهم، هذا ذمهم ما بذم يعني علق واعطي وجهه نظر يعني مزاح وطعن رماح سوالف هب يعني مال صدق ولا نقمه لا مزاح يعني سوالف تكسير دوب يعني تسوي مغي ويا العرب هذا اللي اقصد به انا يوم اتنقم لا 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 شي يعني نقبي سايرين الله يحفظكم انا والمهندس ابراهيم مهندس منهل سايرين وين؟ واجهه البحريه ذا بوينت زين ليش شوي شوي تكلم؟ واجهه البحريه ذا بوينت شكرا اسرع بعد سايرين اخوي مدينه النخله او جزيره النخله دبي الحبيبة هذا الصرح اللي كان شبه خيال انه يستوي في الكون هالنمونة دبي سوته فيوجد هناك موقع اسمه The Point The Point فنحن سايرين The Point نسولف ونرمس بتشوفون كل جديد موجود في جنتية الشهور يا دبي الغالية كل هالعرب سارت غير انا ما سرت وناوي أسير اليوم بنطالع الهست والعلوم والأخبار وإن شاء الله هن بنصلي المغرب عندهم بنتعشى عندهم وبنضوي بضل سايرين الحين مثل ما قلت لكم جزيرة النخلة جزيرة النخلة كانت شو مثل الخيال حلم يعني الحلم يتم حلم في كل مكان في العالم إلى أن يصل دولة الإمارات فيصبح الحلم واقع ملموس ما بواقع بالخيال لا واقع ملموس لا وتنفذ وطرحت في ابوي مناقصه وتاسس وانردم وانبنى وانسكن وباعت العرب فيه واشترت وسكنوا وتكشتوا واستوت المطاعم النخله يدع 17 سعفه كل سعفه يميع الفلل يميع الفلل اللي تغني عليه العرب ابويا يود ابوك عن اخوك يود ابوك عن اخوك استوى ضرب القب وقت المشترى لكن يا ابوك اللي خد اللي لحق ترى خد واشترى بسعر العادي الحين يا ابوك بجيمة اللي خد بربية هاك اليوم ما معنى اللي خد بربية اليوم يبيع بألف يعني ألف ضعف استوى يا سعد حظه والله يهنيهم اللي خذوا فنحن الله يحفظكم وين سايرين الحين تاج النخلة النخلة ترى سعف زور يدع نحن سايرين القمة قمة النخلة اللي هو القلب هاي يسمون التاج في المشروع هذا اسمه تاج النخلة تنفذت يميع المشاريع في شنتي النخلة وشي واجهة تجنن حاليا شي مشروع اسمه The Point ذا بوينت هذا عبارة عن سلسلة مطاعم فنادق شوارع منظر واجهة بحرية اطلالة جديدة في دبي الجميلة زادت ابوي فوق الزين زين زادت دبي فوق الجمال رقي فوق رقي زين فوق زين من معالي زين في قمة الزين بعد في المشروع ابوي يميع الصالونات يميع محلات التجميل يميع الحلاليج يميع محلات مال بيع الهدايا مولات سيلمات شو بقولكم شيء يعرف وشيء ما يعرف من كثرة شيء طول مستوي في هالبقعة كيلو ونص ممشى على واجهة بحرية تشوف منظر الغروب منظر شيء لا صار ولا استوى تتيه العرب من آخر الدنيا العرب يعني الكون الناس كلها يعني هيون بس عسب التقاط صورة ومنظر الغروب في هالمكان
تخيل. ونحن نتخطرف دمبك ساير ودمبك جاي، طرنج ساير وطرنج جاي، ما درينا. والله يبك ما دريت الا اول تلبار عن هالمكان. عيال العرب يقولك من العام عام الاول يجون ويسيرون، انا اخر من يعلم. فلذلك اليوم عن ودي اليوم نجل اسير هناك وبتعشى، بتنقى لنا مطعم من هالمطاعم الفنان. قلت حق ابراهيم طالع لنا مطعم يكون سي فود. سي فود ابراهيم؟ نعم ان شاء الله انه سي فود اللي بنتعشى فيه، وبنتمشى بنعيم من الله خير وبرد. منو هذا اللي في الدنيا العوده كان يتوقع ان هذا الشيء بيستوي؟ الدنيا العود، العود هاي الكون كامل، منو كان يتوقع ان هذا الشيء بيكون ملموس وعايشين وسائرين جدا وشايفين؟ يعني عجائب الدنيا السابعة، هاي هو هي العجوبة الدنيا السابعة، هذه اللي الأول يرمسون عنها اليوم شفناها، هذه ابوي يرمسونها. أنا ترى ما جديد أول ودي بحياتي، أي أول مرة هي ما جد حتى هالبقعة، والله يا ابوك اني ما تديت قسم بالله اول مرة اي هني عند فندق اتلانتس هذا اللي تشوفونه ما شفته ولا ييت قربه ولا دل قريجه وين جبل، والله ما دل مكان اول مرة اشوفه على الطبيعة. والله يا ابوك يعني انا كأني احلم، مستعيب من اللي ما يصيرون ولا يوم انا واحد منهم على فكرة. يعني محض الخيال استوت حقيقة. لا إله إلا الله. أول بعد شيء فندق هناك كذي جاينا من زمان، كانوا ويا منو جاينا ما أتذكر، لكن ما كنت وصلت أنا المبنى هذا أتلانتس هذا ما كنت جينا فندق هناك يجي في مطعم تركي تحت في اللوبي، نسيت والله شو اسمه. يميع الاسواق، يميع الدنيا، يميع العرب، عوادم من كل مكان. هذا حفل اظن بكره بيستوي ولا اليوم. شوف الله عليكم جروب سياحي كامل، ها كل هياي العرب، العرب سواح اجانب جاي يطالعون هالدنيا اللي نحن في البلاد ولا ندري. تخيلوا يعني مسوي لها ترويج سياحي خارج الدوله، الدنيا كلها تعرف ونحن في الامارات سبحان الله ما ندري. يعني هب الله مثل ما هو انا حين اللي اشرج واغرب ما اخلي بقعه، يعني ما ادلها يعني معقوله هالمكان هالفنان انا ما ادري به؟ أنا ما بمغفي، أخذت نبليس وداوي ما أخلي بقعة ما أصير لها، يا غير معقولة يعني ما ندري عن هالوجه السياحي الجميل، ليش ما حد يدري؟ هبل أنا وايدين ما يدرون، وايدين ما يدرون عن هالجمالية وهالمكان اللي عبارة جنة الله في الأرض. أنا موجود طالع أعماركم حاليا في ذا بوينت، ومعاي شخص مميز اسمه راشد لوتاه، هو بيخبركم عن عمره وعن كل شيء. تفضل اخ راشد. مرحبا اخواني، نحن احيانا في مشروع ذا بوينت، هذا المشروع في نخلة جميرة، مشروع فريد من نوعه. هذا المشروع في يعني نفس ما تشوف اطلالة على اتلانتس، وعندنا اطلالة بحرية، وعندك مطاعم من حول العالم، وعندك بعد عندنا يعني غير المطاعم عندنا من محلات اللي بعد موجودة، محلات حق الاطفال يعني حق العوائل يقدرون يجون. نعم. وعندك بعد مطاعم من حول العالم، فانت يوم تيجي وخاصه لازم اذكركم بهالمطعم اسمه ايجن ديستريكت، خمس دول في مطعم واحد. سبحان الله. هي. وين نقدر نبتدي؟ وين نقدر نسير؟ وين يعني الحين انا ضيف اول مره اي هالمنطقه، جيت ذا بوينت، وين اروح؟ عاده اللي يجي المنطقه هاي كبدايه وين يصير؟ اول مكان مثلا الاجانب عندهم جروب طول عرض عرض. هاي وين حين؟ وين ساروا؟ وين يو؟ نحن وين نقدر نسير؟ الحين الناس اول ما يبدون طبعا الناس ما تشوف يون يصورون هنا عندك البوينت. نعم. الاتلانتس. نعم. عقب هذا يسيرون المطاعم اللي عندنا، عندنا كوفي شوبات، الكوفي شوبات المعروفه ناس ما تشوف، اربيكا، كلاسيك روك اول مره يفتح لنا في الامارات، ايكونز كوفي.
وعندك الابريوش بعد موجود وعندك نعم. المطاعم الموجوده على الطرف الثاني نعم. مطاعم لاول مره تفتح في دوله الامارات مثل مطعم اينا يوناني، مطعم شيكاغو ميت باكرز، وعندك مطعم شاليه برسكا، مطعم روسي. فاكيد انا اعرف وايد ناس ما جربوا الاكل الروسي. نعم، وانا واحد منهم. الله يسلمك. الكورنر هذا اللي هو تاج النخله. تاج النخله هذا المكان اسمه بلازا. بلازا هذا تجمع للاطفال، للي بيتمشون، منتجع كامل يضم العالم كله، سيفه، طيور فلامنقو، حريش، حريش، وبكره هذا شيء حفل ساهر، بيكون وائل كفوري والدعوه عامه للزوار ذا بوينت كلهم، اللي بيجي المطاعم موجوده، الكافيهات موجوده، كل شيء فري. فري يعني اللي بيطمش قصدي فري، مش اللي بياكل، لا، فرجة وائل كفوري بتكون فري. فكرة ترى هذا ما بيكون اللي مال وائل كفوري، وائل كفوري بيكون هذاك الستيج ماله. هاك الستيج العود، العالم كلها بتلتم هني في هالمكان، حد فوق وحد تحت وحد شرق وحد غرب، وكلها العرب ابوي مشاهد ابوي هالبحر الفنان، ومشاهد ابوي فندق اتلانتس، والمقاهي والمطاعم شيء على اليسار وشيء على اليمين من جميع قارات العالم. تخيل هالشيء كله موجود عندنا، العرب كلها تي من اخر الدنيا، العالم كلها تي من شرق ومن غرب، ونحن والله يا ابوكم ما ندري، اخر من يعلم شيء. هناك تنوين كنت انا مشاهد المسرح هذا طرف هذاك، والله ابتدت تي عوايل، يعني شيء عوايل، شيء ناس وايدين يجون، لكن ما انا اتوقع انه غير معروف المكان عند الناس كلها، يمكن لان يستصعبون المكان. ترى المكان سهل، منتج بالسيد، طريق واحد لا يمين ولا يسار، تودر السعفات كلهن على يمينك وعلى يسارك، وتظهر بوي مرة يظهرك، لا تدخل في النفق، لا تظهر عند هذا ذا بوينت، عبارة عن شبه مول وهو مبمول، أو شبه واجهة جميلة، شيء منظر في منتهى الروعة. والله يا أبوكم إنك ما ودك تودر هالمكان، قميضة والله ما أدري إنك أنت يا البنادم عايش في بلاد أتيها أمة لا إله إلا الله من جميع أنحاء الكرة الأرضية، زين، وكل اللي يخبرك يقول لك أنت جالس في أحسن موقع في الكون، أحسن مكان في العالم، مكان مميز للغاية هالمكان اللي أنت فيه، كيف ما صرت المكان الفلاني وما جيت المكان الفلاني؟ والله يا أبوكم ما دريت ولا علمت إن نحن في أحسن مكان. يعني الناس اللي من غير يخبرونك أنك أنت في أحسن مكان، شو هالكافيهات هذا من أوليهن، وانت ساير وانت ها كل مشاي دور ما ذاك، كلها مطاعم هاي اللي تشوفونها، مطاعم وكافيهات على هالواجهة البحرية اللي تاخذ العقل، موقع والله يا ابوكم يرزى ويستاهل، وممشى للرياضات البحرية، للسياكل، للي بي ممشى بعد للجري، شيء مهول للرياضات البحرية، لمجلس مكان فيه جميع مستلزمات الحياة، هذا شيء وايد حلو، شيء وايد جميل، تجلس في مكان كل شيء تتمناه موجود فيه، كل شيء تتمناه، طبيعة، هدوء، جو، مكان ملتقى للأطفال، مطاعم، كافيهات، رياضات بحرية، رياضات برية، تتمشى عريولك، قوارب، يخوت، فنادق، ما شيء في الدنيا العودة إلا هو موجود عندهم في هالموقع اللي أنا أرويكم يا حينة. كل شيء يخطر في بالكم، بنوك، دوائر، كل شيء، ما العيال، ها شوفوا لياب عيال مثلاً يرمي اللسو يلهم ستر، واللي تقولين والله ما برمى ودر عيالي، لا يبيهم عيالك ويبي بشكارتهم، وهذا خلهم هني هاي يلسون، وارتقد يدك ويا الريل ترتري، لا تخلين شرق ولا غرب، ما لك علته. مليون مرحبا ابو سنيده، الله يحييك، كيف حالك؟ الله يحفظك، ونعمه يا اخي، وايد مكان مميز وجميل المكان، والله ان مكان يعني فريد من نوعه. هي انا بحياتي ما كنت اتوقع ان انت جيت الفندق هذاك اللي هناك، ما ادري ايش يسمونه، في مطعم تركي احيده، لكن ما ادري ايش قال وصلت له زين، ما ادري اظني شيء نفق يظهرني على البر، في نفق نحن الحين حاليا فوق النفق، والله اي فوق النفق، نفق تحت البحيره. اي نعم، انا قلت جاي لنا هذاك بالضبط،
من سنين اكثر من 11 سنه فندق هذا يوم تو فاتح النخله اليوم هي توها فاتح النخله من سنين وهالسياك الموجودات منو مالاتها هي لا لا هينا مالينهم هي ونحن ان شاء الله في عندنا مشاريع يعني نيب السياكل نيب يعني بنخلي الناس تتريض هني وكل الاكتيفيتيز موجوده عندنا في كل ويكند جمعه والسبت بتشوفون اشياء جديده اشياء مختلفه عندنا ليه بس الجمعه والسبت الايام اللي يعني دايب يكون جمعه وسبت بس جمعه وسبت بعدين باقي الايام باقي الايام مستقبلا يعني بتكون هي مستقبلا لا بنشوف نحن كيف تقبل الناس اول شيء وان شاء الله نحن يعني اصلا ناويين ان نبدا فيها هل انت شاك في تقبل الناس لا طبعا من عقب هاللي انا اشوفه لا طبعا مستحيل يا ابوكم مستحيل تقبل الناس يا ابوكم يبين من اول لحظه انت ما تشوف الحين من هالعرب اللي تشوف هالناس ما تشوف حد مويم كل هالعرب كل هالناس مبتسمين ليش ارض امان واخلاق ورقي ونظافه وثقافه فعاليات وايدة طرب رياضة رياضة بحرية برية سياكل شرق غرب كل شيء راشد هذا شو حينة الموتر حينة هاي السيارة تسهل للناس زين. اللي يبغى يوصل من مكان لمكان ثاني وحتى يوصلك لو تبغي صوب الباركنات بعد يوصلك هذا ثري هذا بس ب15 درهم يأخذ بك لفة وين ما تبغى والله ايه وين ما تبغى شوف انت What's your name ناصر قل والله خرب الله ناصر ناصر ماكواك ما اقول عنك شيء انزين ابو سنيده علومك والله علوم طيبه صوبك الله يا الله مستانس المكان ما بستانس ناصر كيف حالك ما اسمعك ما عربي انجليزي بعد تميض هالاسم بس انجليزي انت حين اسمك انت ما خبرتني عن اسمك ولا علمك ولا اخبارك والله وياك محمد عوض بشير خليفه ايه ان شاء الله في المول وطبعا في الضيف العملاء يونا في المول ان شاء الله خدمه العملاء اي نعم شو من الخدمات هذه تقدمها والله العميل مهما كان شو ما يبى اهم شيء ترحيب العميل ايه ساعه العميل في كل شيء عشان يكون تجربه مميزه في المول انت خرطومي لا هذا سؤال صراحه سري هذا الله يسلمك على الله يحفظك يا الله يحفظك الله يسلمك سلسلة مطاعم هل تشوفها سلسلة المطاعم مرة على الواجهة البحرية شوفوا المنظر هذا منظر الغروب اللي الناس تصيح منه وتي عسب عاني من آخر الدنيا معك التحية نسيم الجنوبي لكن هذا أبو الوقت الغروبي شو المميز هني عندهم؟ هل ان كافيهات هاي شيء فيهم مطاعم شيء شيش ولا ممنوع الشيش هني؟ لا شيش مسموح ها بس نحن الحين نفس ما تشوف الاسامي الحين وانت تمر نعم بتشوف كل اسامي جديده ما بتشوف اسم انت سرت اي بقعه في دبي ولقيتها ايوه ما نقول لك ما عندنا موجوده بس نحن حاولنا ان شو نسوي ان نميز المكان اكثر عما هو مميز ما في شيء مكرر ايوه بالضبط فنحن نبغي الناس ان من يجون هنا الحين مثلا عندك هذا المطعم الصيني هذا اسمه شوان نعم هذا ما فتح قبل اول مره هي اول مره وهذا اللي عدالها مطعم ياباني اسمه كيو هذا كان موجود في النخله وحول مكانه اياه هنا شاف المنظر وعيابه صدقه ما قال عيل اسمي يعرف فادح اي راعي المطعم هذا ابشرك يا راعي المطعم انك ابويا اصبت الهدف في الاختيار ناصر صبر كرو ها ناصر One minute, please. كيف تبارك بابا نام؟ عبد القادر. ما شاء الله عليك. ناصر بن عبد القادر. شكرا يا ناصر. Thank you very much. شكرا الله عليكم. هاي البداية. كلها مطاعم. أكيد إنه من ديكورات المطاعم من الديكورات تبين انها اشياء ابوكم ما اعتقد لها مثيل يعني لا في الالوان ولا في الموقع ما ظني في الدنيا العود حد في اي بلاد في الدنيا العود شفتوا تهنمونه هاي هي الواجهه البحريه مالت ذا بوينت شوف
والجو يسوى الدنيا وما حاش حوشه. راشد شو اللي يميز المكان هذا عن غيره؟ الحين شو اللي يميز هالمكان انه غير الاطلاله اللي انتم شفتوها؟ نعم الحين في هالمنطقه هذه راح تينا ان شاء الله نوافير، ونوافير كبيره غير اللي شفتوها في اي مكان في دبي. والله اي هاي غير تماما، حتى طريقتها والالوان اللي بتشوفونها. يعني اعطيكم اشياء يعني تي يعني ما تبي حرق اللي هي ما ابغى حرق، ابغى الناس يجون ويقولون وين هالنوافير متى، وان شاء الله الصيف الصيف هذا ان شاء الله. نعم. ان شاء الله ان شاء الله. اللي انتوا تتهولون من مناظر خارج الدولة، تعالوا طمشوا هني بوي، اطمشوا وشوف الطماش وشوف الشيء اللي ماشي شراته في الدنيا العود. هذا يوم يقولك شيء فريد من نوعه، ولا استوى في اي دار في الكون هذا موجود بوي في ذا بوينت. الكافيهات والمطاعم، الممشى هذا كم يسوى؟ الممشى والهدوء هذا، الهدوء. فالحين هاي المطاعم الصيني والروسي والياباني، يوم بيقول لك والله مطعم ياباني، من تدخل بتلقط الاكل ياباني كله موجود. ما بيقول لك مطعم ياباني والله بيحط لك في المنيو عندهم شيء فتوش وشيء تبوله، شيء حمص بعجين وشيء لحم بالعجين ما ادري منو. لا، صيني يعني صيني، ياباني يعني ياباني، روسي يعني روسي. وروسي على فكره ما شيء موجود في الدنيا العوده الا عندهم في هالموقع، ما شيء روسي، مطعم روسي على بطنه وظهره إلا في هالمكان. اللي يقول لك عند مطعم روسي كذا من حبل يمشى. كلها أشياء فريدة مش موجودة في أي مكان، يسوى ويستاهل المكان من عنيلة، باركنات، طريق سهل بسلس الوصول، لا زحمة لا عندك لا إليك، ما تتعمق لين داخل دبي. في النخلة، في نخلة جبيرة، في نخلة جميرة، أول ما تجبل سيده ولنك واصل. الله ما هن علي إني أركب السيارة، قلت أبوي براها السيارة، ما باين علي أودر أركب السيارة وأودر هالمناظر. يبوك هالمطاعم ودي كلها تطالعها، هفراشهم هالنمونة، مكانهم هالنمونة، يعين الله أكلهم كيف؟ أكيد أكلهم بعد غير نمونة. والله يبوكم ينه غير نمونة هالمكان، غير نمونة يعني غير نمونة بمعنى الكلمة. اسميك يا دبي ما شاء الله عليك، يا الله يا رب تحفظها من دار. قلنا هذا مطعم صيني، وهالمطعم يقولون لك يصيحون لك من البط اللي عندهم. مطعم الصيني هذا اسمه شوان، يصيحون لك من بطن مشواي عندهم بالنعت. يقول لك كل الصينيين اللي يجونك انت يا دبي اول ما يفكرون يدخلون هالمطعم مخصوص عسب البط الصيني اللي عندهم. وهذا المطعم من المطاعم اليابانية المميزة، من المطاعم اليابانية المميزة، يسد كل الموقع والالوان والتناسق. هذا اكيد انه وايد فنان، مستحيل يكون عادي. لو عادي ما خذوا هالموقع المميز، مستحيل يكون مطعم عادي. اقول لكم في خاطري يسير، ما عليه بيخلوني ادخل داخل. هذا المطعم من برا ناهيك عدا عن الداخل كيف شكله مطعم. والله شوف اقول لكم، انا الاول انا سرت اليابان كان ما توقعت في يوم من ايام الله اني بلقط شيء يتفوق على المطاعم اليابانيه وخارج اليابان. رحت طوكيو وتحيدون قمت بزيارة أكثر المطاعم في طوكيو، لكن مثل هالمطعم ما أتوقع أنه يوجد حتى في طوكيو. تحيدون زرت 90% من الفنادق اللي في طوكيو. الألوان هذه والتناسق والمنظر مش موجود أبدا أبدا. شوف الله عليكم للستاف اللي داخل كم أكثرها. هاي إيفريبادي، أحمد رقم. مين أحمد رقم؟
هيدا مواطن مصري. الله يحفظك يبارك فيك. استاذ احمد ابارك لك على هالانجاز العظيم المميز، شيء الله يخليك يعني من الاخر مثل ما قالوا المصريين، شيء مميز، مطعمك فيه منتهى الروعه. انا ما اكلت عنده لكن ما يبغي لك كلام، على ما قالوا المصريين يبقى الجواب من عنوانه. حبيبي الله يخليك، الله يبارك لك في هالمشروع المميز، اتوقع انه يعني احسن عن الجمال. تسلم. او اجمل على الجمال. تسلم. شكرا جزيلا، فرصة سعيدة. أنا أسعد بيك. الله يبارك لك. الذوق وايد رفيع، وجمالية المكان والمنظر والفيو ما شاء الله تبارك الرحمن في قمة على قمة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. خطفنا على مطاعم اثنين عيبني وايد زين. الحين هذا شو الحين عندك هالمطاعم هالسلسلة اللي أنا الحين شوفها الحين أول مطعم تحت. هي أول مطعم تشوفه تحت رو رويال، هذا مطعم فرنسي. نعم. ميشلان ستار. والمطعم اللي فوقه فانتوم هاوس، هذا لونج جلسة حلوة إطلالة جميلة فوق. وعندك مطعم اللي ينبه هذا بلابا، مطعم مكسيكي حق عشاق السبايسي، فهذا المطعم عندكم إياه مطعم بلابا اسمه. وحين تكمل سيدة شوية عندك فاتشاو وهذا صيني، وعندك ماما فو هذا تايلندي. والله عاد أنا غرامي، هذا قوم مانجو سلط وبابايا سلط. وهذاك الشوربه يسمونها ايه؟ توم يوم. توم يوم يا ربي. هذا ها؟ ايه عشاق ابوي توم يوم هذو. ها ها هذو توم يوم. ياكم لين مكانكم. هاك مطعم لبناني الصفدي، هذا معروف ايوه. عندك الصفدي هني، وعندك هناك فوق مطعم هوكن كوك. عباره عن شو هذا هوكن كوك؟ هذا مطعم بحري. نعم. العشاق المطبق، ترى عنده مطبق. مال وين هو المطعم هذا يعني؟ هذا راعيه مصري هي. ومسوي الفكره انه للمأكولات البحريه. زين زين. وش يخص الماسي في المطبق؟ عاد هو ما شاء الله عليه عندهم في البيت يعني يحبون يبتكرون. ايوه يحبون يبتكرون، وعندهم اكلات يعني متنوعه. فمن المطبق لانه مطبق كويتي. اي نعم. زين، فجايبين الفكره من الكويت. اي نعم. هربلات المصريين مقواهم ما يغلب. ها شوف ما شاء الله المطعم هذا، هذا وين هالصفدي؟ شوف العالم، شوف العالم فلين عينه. هربلات الصفدي مقواه. المنطقة اللي كنت فيها الحين وين المطاعم اللي توني صورت هناك كانت، وين الطرف هذا ها؟ ونحن نمشي ونحن نمشي ونحن نمشي، وحين وين الطرف هذا وصلنا إلى الزاوية هذه. في الزاوية هذه نفسها هيج نفس الهلال، شفتون الهلال اللي هناك لدور ما داره كل مطاعم، هذا التاج ماله هني يبتدي نفس الهلال الثاني، هذا راسه، هذا الراس، وهناك المجوف هذا الهلال كامل بعد يظهرك على الواجهة هذه مشاهد الحديقة المائية على ما تشوفون، لكن بمنظر آخر ومطاعم أخرى وكافيهات ثانية. أشياء جميلة يعني، أشياء اللي ماي هالمكان غلطان ثم غلطان ثم غلطان. في اليمب هذا أكثريته أوليهن كلهن كافيهات، كافيهات أول وادي مرة، ومشاهد بعد هالمنظر لأتلانتس. ابو سنيد الحين وين بتودينا؟ الحين احنا شفنا المشروع من تحت. نعم. فالحين بنطلع فوق على الطابق العلوي. نعم. زين، وبنشوف الاطلاله. الحين نفس الشيء، نفس المطاعم اللي هنا غير عن هايلاك صح؟ غير. نعم. زين، شو اللي يميز هايل عن هايلاك؟ كله نفس الشيء؟ لا لا غير. الحين انت هناك نفس ما شفت الصيني عندك والياباني وعندك الفرنسي. زين. انا هالبقعه وين المطعم الروسي عندك، وعندك هناك فوق المطعم اليوناني، عندك مني مطعم بحري، وعندك هذا مطعم امريكي، ويعني تختلف المطاعم اللي هني. يعني من مطعم بنراويكم اياه اللي هو الايشن ديستريكت. نعم. اللي هي خمس مطاعم في مطعم واحد. انزين، هو هذا نحن اللي بنبني الحين بنمر عليه ان شاء الله. بس شوي مصور لكم نحن هاي نهايه الكافيهات، بدايه منك وهذا نهايه ينا الطرف هذا. ركبنا شيء دري، شيء اسانسير، وشيء دري كهربائي كلهن.
يظهرنا ابوي على هالمنظر اللي تشوفونه. شو المطعم هذا؟ هذا المطعم ايجنت ستركت او السوق الاسيوي. نعم. في عنده اكلات صينيه، يابانيه، تايلانديه، فيتناميه وكوريه. في مطعم واحد؟ في مطعم واحد، نعم. وهذا كله معوى بالخيبه مكبره. هذا نحن الحين في الدور الاول. وهذا كله على هالمنظر اللي تشوفونه. المطعم ترى تدرون كم يستوعب؟ ما بتتخيلون. المطعم هذا عبارة عن مجموعة مطاعم. مجموعة مطاعم في مطعم. يستوعب 1000 شخص. 1000 زائر بإمكانهم يسرفزون على 1000 شخص في ساعة واحدة. 1000 زائر يقدر يزور سلسلة هالمطاعم كلها مرة واحدة. 1000 شخص. عمار يا دبي، عمار يا دار الحي، عمار 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 عمار، يا الله يا رب تحفظها من دار. رواد هالمطاعم من هالوين؟ من وين؟ هالمطعم هذا تابع لنا الحين. هذا أولي، هذا من هني يبدأ. هذا أول مكان. ويمتد لين آخر شيء هناك. زين زين. هذا المطعم تابع للنخيل. نعم. واللي الزوار من وين أغلبيتهم؟ من جميع أنحاء العالم. وايد ناس يحبون يعني عندك الأجانب. نعم. أكثر شيء يجون، وعندك من العرب اللي يجون في الويكند. العرب العرب ما يجون في الويكند، غير الويكند ما حد يجي. بالرغم من يعني عندك الموقع اللي أنتوا فيه. الموقع اللي أنا فيه هذا يبعد عن أبو ظبي 45 دقيقة. 45 دقيقة. نعم. عبارة كأنك ساير مشتل مديرة محمد بن زايد ساير السمحة. يوم إذا بتمشي 40، وإذا بتمشي 120 بتوصل في خلال 45 دقيقة. بتعشى، بتعي من الله خير، وبترد بتي بعيالك من عقب ما يظهرون من المدارس الساعة 8، هم أبوي مصلين العشاء وراقدين، بتي بهم ساعتين يطمشون يتفرجون بتردون. ما بلازم ويكند. وهذه العرب تظهر في غير الويكند، ما بهو حين فرض معين ما تظهرون له في الويكند. Hello, madam. Hi. How are you? I'm good. I need your help. Oh, please. Continue. Let me know how many kitchen you have here. We do have 6 different types of cuisine. Okay. In Asian district. Okay, say it to me. Okay. First, in that side, we do have Chinese, Pad Thai, Thailand. This one is Japanese, both this side, and Vietnamese on the other side, Korean and Singapore. Six. Yes, we do have 6 different types of cuisine. MashaAllah. Say it again. Say it, please. All right. In Asian district, we do have 6 different types of cuisine. Uh-huh. First one, and that side is Chinese, Thai, Japanese, Vietnamese, Korean, and Singapore. And all of them in one place? Yes. Wallah, in one restaurant. MashaAllah. Thank you very much. Thank you. Thank you. كل هذا بوي في the point. هذا كل بوي في هالمطعم اللي تشوفونه. كل بوي هذا كل مطعم واحد. راشد الحين بتعشونا ولا بتمشونا بس على الخارج؟ شيكم. نعم. كيف صدق والله؟ اي شقال بعد وين بتعشينا؟ جايين عندنا بموديكم المطعم البحري. زين ما عليه، لك تشوفه اسمه سي فود كيتشن. اي زين. بتدخل داخل وبتشوف اشياء بتفاجئك. لا الحين هو المطعم هو اللي قاعد مخبرني عنها هذا مدير مكتبي ابو ابراهيم. هو يقول حاجز فيه. اي نعم حاجز فيه، بس يعني انتوا جايين ضيوف عنا. من تشيسكم؟ من تشيسنا. نعم. فكرة اذا ان بيرس اصور كل المطاعم يبالي 15 يوم. هذا مثلا اللي فت انتباهي لانه مطعم يوناني على فكرة. تحيدون جريك سالات وكريك سالات، هذه بلاد الجريك سالات. الله يا ابوك ما بدك تظهر. رماه شيش هذا مها. حتى الشيش هني فوق. اللي بوي دواخة كلها بوي شيش. هار هالدنيا هني اللي فوق رفها اللي فوق بكل شيش. شوف الله عليكم يا ربي. منو خدم هالدنيا العودة كلها؟ انت وحالهم انت استوى هذا الشيء كله يا ربي. منظر خلاب
الجو ياخذ العقل. نحن نقول المطعم هناك نبي نسيده. طيب المطعم روسي ولا المهم ما سمك كنا سي فود. ما شاء الله عليك ما زين تبارك الرحمن. اختفت صوره. شوف ما شاء الله والله اني فنان وزقرتي ما حد شراتي. نزل الدور الارضي عاد الحين بنسير جدا المطعم. المطعم شو هذا بنسير له نحن؟ وما سي فود لكن ما بلاد شيء. لا عام هو الحين اللي عينينك هذا المطعم الروسي اللي خبرتك عنه. زين فاللي يبغى يجرب الاكل الروسي اي هالمطعم اقول لكم جربوا الهني كيك عندهم ما يتفوت. هني كيك حلاوه لو اكل إيه. يعني لا لا الحلاوه عندهم هني كيك؟ اي كان تبغى تقهوى هني وتاخذ لك حلا اي هني كيك يمدحونه. زين ايش عليه؟ زين كاب وير ار يو جوينغ؟ Yeah, I'm disappearing. where I am now? You're on the pointer and one of the best restaurants that I've ever worked before. There's the Seafood Kitchen restaurant with the freshest UAE locally sourced seafood that you can find on the market. MashaAllah. With the nice seafood market which is inside. Shall we go with me? Yalla. Let's go. Yalla. Okay, so the first thing that I need to tell, we have an amazing menu which is not limited to the beef, to the seafood only. There's the beef as well options, but it's not only seafood. We have the beef options, we have the burgers, but we are proud to showcase our seafood market, which is full of the locally sourced fish, locally sourced seafood, which is sustainable and which is locally grown. So we support the local market. Yalla ilhaska khana. Exactly. يي حافظ يا حافظ على العنفوز. يي وين ساير؟ حافظ على الخبار. يا سلام سلام. We have the Canadian lobsters. Canadian lobster. Yeah. What about the crab? The king crab is the Alaskan king crab. Alaska, Alaska بوي من ألاسكا من ألاسكا يا بيكم القبقو. And the Omani lobster. عماني ما شاء الله على عماني كل شيء. عمان كل شيء فن. أبو ستار مالهم من عمان هذاك النوع العماني الفنان هذاك البيجي هذا لون البيجي من عمان جايينكم جايبين ابوي لين ذا بوينت طبابيخ ابوي ها عما تشوفونها طباخ قدامكم كاشوفي عين شوفي ثانك يو فيري ماتش يو ويلكم اند موست ويلكم تو ماي ريستورانت كم يوم كل الارضيات الارضيات هالمطعم روح حقي لمونه الوان متناسقه شيء ابوي سمعتوا اللي يقول شيء بالعظمه هذا ابوي شيء بالعظمه يا سلام يا سلام منو يقول انت في والله يبك مستحيل حد يشك لو للحظه يقول هو بالامارات لو ما بهالنيشان لو ما بالاتلانتس ما بتقول انت في الامارات عمار يا دار الحي عمار You are the one who's serving me? Yeah. And why you, not? And you are the manager? Yes, I am. MashaAllah عليك. Thank you very much, brother. That's how the manager should act. والله, you are very good. Thank This you. is the manager. هذا أبوي تعامل المدراء. هذا مدير المطعم وهالنمونة. هو ليه سيرفيس وهو ليه شل وهو ليه حط. لازم الإنسان عينه على حلاله. في كل مكان. أي بلاد تصير وأي مكان تصير تبقى بزنسك مشروعك يمشي. موضوعك يمشي لازم تكون أول بادي على خلق عالي وعلى أدب واحترام ومتقبل للشخص الآخر ضروري عشان تتجانس وتعيش في دولة الإمارات لازم يكون عندك قوة التجانس والتعامل مع الشخص الآخر مثل ما تتعامل مع أقرب الأقربين إليك The homemade freshly baked bread. نعم. With the butter. إيه. With the vinegar and olive oil. Oh, the soft shell tempura crab. نعم. With the garlic prawns and with the grilled octopus. إنزين. And another soft shell tempura crab because you're gonna eat it very fast. إنزين. That one is like a dessert. Thank you. It's like a dessert. Okay. So here you go, the Seafood Kitchen char-grilled platter with a squid, the small octopus right there, hamur fillet, salmon, Norwegian salmon. See? Then we have the lobster and the prawns, the Omani prawns. And what about this one?
scallop. That one, the scallops, I'm not going to tell you where it's coming from. That's okay. A small secret of our kitchen. Maybe they're growing them somewhere there. Then the local mussels. And the hand-cut chips. This one, the guys are doing every day by themselves, cutting. All right? And... Yes? There is something that we were very proud of. There are a lot of seafood restaurants, but not all of them. Pretty much almost no one is serving the paella. You can find it in the Spanish restaurants, but not in the seafood restaurants. But we do it, and we... You hear this? Yes. That's the crust, and that's the best taste. Enjoy it. Thank you very much. Thank you. هاي ضروري. اللي بيجي ضروري يطلب بقية. ضروري يطلب بقية. فيها من كل نمونة وفوق عن اللذة. شيء لا صار ولا استوى. وايد ضروري ضروري. كل ما قلنا لكم وايد ضروري. ما فيها العلاقة هاللي تحت. يا ربي شيء عذاب عذاب. لا صار قبله ولا بعده. قرب الله أكتب. What do you think? I think that I don't need to ask you how was it. I clearly see that it was good. Amazing. شكراً. What is the specialist for your service? All right. So mainly we base our service on three core values. Uh-huh. So the first one, the customer should eat the food that he actually likes. Uh-huh. And whatever you take from our menu, you will love it. As you've seen already previously. Hey, mashallah. They finish the paella. Yeah? The second one, the customer should be standing up from the chair without even being able to stand up with a big, massive belly. That's why I still have mine. Okay. I still cannot lose it. And then the third one is actually that the customer should be smiling, like him, exactly like him. Because the smiling customer is the person who will definitely come back and who will definitely speak about us. So the smiling customer is my happiness as well. Come over. Thank you very much. The food was fabulous. Thank you very much. It's our pleasure. Hey, wallah. Thank you. Okay, so as I already said, nobody's allowed to leave my restaurant without trying the desserts. And these are my favorite ones. This one is the coconut parfait. There's the coconut mousse with the cream and with the homemade ice cream and with the compote on top. See, the other one. Now, the lemon tart with a homemade meringue and with the homemade lemon zest sorbet. See? And the blueberry cheesecake with the fresh blueberries compote made in house as well. Enjoy it. Thank you. هذه كانت طاولتنا تحت. وهذه الإطلالة. وهذا نفس القسم، نفس المطعم لكن فوق. شيء يلسى من غير يلسى من غير على ما تشوفون. هذا الكمبني العود هذا هذا هو تشوفه. والله مميز المطعم، مميز بطريقة ما تتخيلونها. هذا الدور الأرضي، هذا الدور اللي حين كنا فيه حين فوق. يا هاي يلسة فوق غير ويلسة تحت تختلف يعني. منظر جميل جميل. كلمة جميل قليلة عليه. سبحانك يا رب. برشود. نعم. الناشف يوم يسوونه لازم تغطي ولا تكشف عنه؟ أنا أقول تغطي. الحين إحنا مسوين حق من صوره شيء؟ حق الشيف الخالدي. والله ونعم ونعم. شوف الحين احنا مسوين عصافير التين. هذا تشوفه كله هذا الدهن، هذا اللي هو الدهن مال العصافير. شوف ما حطينا احنا قطرة ما شيء. الحين هم يقولوا لي كشف عنه كشف عنه. انا اقول لهم لا تكشفون عنه، المخارب يظهر برا خلوها. شوف الخالدي قرب. هاي هذا يا الخالدي. ما تبات عقبه. قول والله ما تبات. والله يتعزم على الرابع. بشوف ايديك. ايديك. شوفها بعدها. ايه. شوف كله صورني. شوف 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 بس. يا سلام. يلا ما انت خبره. يلا خبره.